برعاية وحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم نادي السباق 11 لهذا الموسم والذي أقيم على كؤوس سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وكأس سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وكؤوس أنجال سموهما سمو الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان الخليفة، وذلك على مضمار السباق بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ هاشم بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان الخليفة وسعادة سفير المملكة المتحدة لدى المملكة وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد قام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة بتتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قدم سموه كأسي الشوطين الأول والسابع إلى سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة وكأس الشوط الثاني إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة، كما قدم سموه كأس الشوط الثالث إلى المضمر الفائز ألين سميث وكأس الشوط الرابع إلى المالك الفائز إبراهيم العفو وكأس الشوط الخامس إلى المالك الفائز جابر رمضان، فيما تسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة كأس الشوط السادس من سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة بعد فوز جواد سموه إيفرغيت بالمركز الأول. كما تسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة كأس الشوط الثامن من سمو الشيخ هاشم بن محمد بن سلمان الخليفة بعد فوز جواد سموه ثورك هيل ستار بالمركز الأول، وقد اشتمل السباق على 8 أشواط.